وسهلا فيكم صبايا بقناتنا المتواضعة، بتمنى تكون القناة عم تستفيدوا منها وعم نتعلم شغلات جديدة، وإن شاء الله بإذن الله رح نتابع كل التطورات وكل شيء له علاقة بالموضة، بالشعر، بالمكياج، بالتسريح، بالصبغات بإذن الله. ونحن اليوم بالفيديو تبعنا رح نحكي عن القص الشعر بماكينة الحلاقة. انا حبيت نزل هذا الفيديو للصبايا المبتدئات منشان تتعلم هي الطريقة، لانه الطريقة حتكون كتير سهلة ورح يطلع معها الشعر مستقيم بشكل كبير، خاصة للصبايا اللي بيطلع معها شعر متدرج. هلأ هي الطريقة نحن رح نشتغلها اذا كان عنا الشعر كتير كثيف، ورح يغلبك بقص الشعر لما تكوني حابة تقصي شعرك قصة متساوية، يعني الكاري بدون اي طبقات وبدون اي تشفير بالشعر. بقال انا باخد الشعر كلياته لورا ما عدا الغرة والسوالف، فبخليهم على الاطراف وبجيب الماكينة. اكيد لازم تكون الماكينة نوعيتها ظريفة حتى تقص لي الشعر بشكل مزبوط. مثل ما شايفين عنا بالفيديو عم نقص الشعر من الخلف بس بطريقة متساوية. انتي اذا كان معك الشعر كثيف يا ريت انه ما دغري تقصيهم لجوا لاخر شعر، انتي قصي طبقة طبقة بعدين اتصلي للطبقات لتحت. بس لنخلص نحنا بقص الشعر من الخلف نبلش بنشتغل بالاطراف، اطراف الغرة والاطراف السوالف مثل ما شايفين بالفيديو. هلا هي القص كتير سهلة، يعني بس بدها ممارسة. انت اذا اول مرة فيكي بس تقصي اطراف يعني اطول من القصة اللي بدك اياها وتشوفي انه كيف زبطت معك حتى تتمرسي كتير بالقص، بعدين قصيها قصيرة وقصي يعني الدرجة المطلوبة للقص. شايفين معي انا الفيديو يعني القصة عم تطلع كتير ممتازة وكتير طريقتها سهلة، يعني فيك تقصي لبنتك بالبيت بدون ما تحتاجي تروحي لصالون وتغلبي حالك. بقال ان شاء الله تكون الطريقة سهلة عليكم، وبتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. واي سؤال ضمن التعليقات نحنا رح نجاوب على الجميع باذن الله. واي شيء حابين تتعلموه ضمن قناتنا بتمنى تحطوه بالتعليقات حتى نزلكم شرح كامل وشامل لها. وبتمنى تشتركوا بالقناة إذا عجبتكم، وأهلا وسهلا فيكم، ونرجع لكم بفيديو جديد.